بارن كويس الحمد لله زين انا طول يزي زين واد جن سوي على طول سوي مويا سوي برياني ترتيب زين اكل مضبوط انت في اكل بعد انت سلم في وسط العاصمه وسوق المنامه يوميا تقام موائد افطار صائم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل اجره. جزا الله خير القائمين وتقبل الله من الصائمين. شكرا. شيخ خبرنا اكثر عن هذا المشروع. صار لنا من سنين، فانا مسكت الجامع من سنه 2009، فيعني بدايه كنا داخل الجامع، يعني خبرك يعني داخل الجامع كنا تقريبا 150-180 شخص. هذه الساحه صار لنا من 2015 واحنا الحين 2024، 9 سنين. فالحمد لله الحمد لله، والعدد قاعد يزيد يوم عن يوم، فما شاء الله وصلنا الحين فوق يعني 850 شخص. داعم الأول إذا ما الله خير محافظة العاصمة، فما شاء الله يوميا 300 وجبة من المحافظة. كم سنة ما شاء الله تشتغل في بحرين؟ بحرين 7 سنة. 7 سنة ما شاء الله. بحرين كويس الحمد لله زين. زين وزين. شو نشوف إفطار صائم هذه كل يوم إفطار صائم هني؟ ايوه يجي هناك ما شاء الله نفرين يجي ما شاء الله كويس نظام سوي هذا مدرسه مسجد سوي يجي شرطه سوي حكومه ما شاء الله كويس نظام سوي على طول سوي مويا سوي برياني ما شاء الله تمر هاي نفطر بسم الله ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تقبل الله صيام انا الحمد لله ان شاء الله هذا وازيد نفر يجي هنا كل يوم يجي هذا كل يوم ترتيب جين أكل مضبوط إن شاء الله على أنت في نفر سواء أنت في لما أنت في أكل بعد أنت سلي بعد أنت لوم دي كله نفر ده نادي أنا طول يزي زين واد جين هذه يوميا هذه every day شنو يقول حق نفر هذه يسوي ترتيب جزاك الله خير